الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم والحسين وحيسكوا وافقين إن قصة أصل كذا لو وريو قصة أصل كذا إن ورشان وآه حلقة إسقاشان برصدنا إسبهايستين قريشي ريبني كنان قوينت النبي محمد آل كيسي قال إيا إسلام وحي أهايب أصل كاسي وريان تفاصيل كتب في كتب السير والمغازي ويكتقين قصة مركة أصل كذا وحي أهايت سند كي تضباد بعثة سند كي تضباد بعثة تاريخ الإسلام مرك تضباه سند كي تضباد لمري تاريخ الإسلام تاريخ الهجرة ما هذا تاريخ الإسلام كان ديري تضو مرك أهيد يقرش قوان أدق قارين أنت يسون قوان قارين بس كضي سمايون وأنت النبي أبو طالب إيه مادين يوحي له هذين أبو طالب هو شان ذو وعد كاتي إن بضمن إسكوس والرفاد مي ويل كان محمد هي أبو الدين ترى عاية هاي قريش بابي أي أو ياشي تركي كبر النقضي عقلي أنا نجي كسم يقورسجا إن حولنا النقص وقاضي وح نرد في حرمة يقدر منا أنشرين لبكي سوا بطي نقص وريش أن جور عني ويل كقريش أقيم بدن أقر حسن أون رجال ثن درع بانكو سينا إن ويل كأبو بده حلك سدا إسكالي أذا صو أذا كنا حلا هيا هديل وحديل هذا الوجود لي هذا صو الدين والغو قصاص ويل هذا شوي نبي أوكي أنا أذا قرحي صنع قيمة بدن حلو دقماتي طام عنده وحوي بوري ويل كذا نسي أن جور عنه كان جان نوكري نوينو تلا نفتن أمي إبرة وطالب بلي هذا قريشي وحمل الله بين إيمانين عقل نوي إلى إيمان أرضي سكتك قام بمركوزته كحريقه. أنت وحاول ريد صحابه وكيف جرودين جعفري عيدن كيسو أي حبشة تجين أمان النبض أي كهله عمر با إسلامي أبو طالب واكو وسود تاجي هاي قام بيقاتن مرك إني الدلان نبيه ورن دفلو الدلو. هوش أبو طالب عقادي ربني هاشم يوحوي ري ربني عبد الشمس ربني المطلب ربني النوفل أفرت تشليب الرعب منافع بسقوير. بحول محل ربعين محمد للدلو. ويلك أقونك إما دجا أبيه سو أركهار أوردنتي أوجي سو كوريي كدمنا أنواع حلكي سلوري جاي. رعب منافع محللي قرشين يدشير ربطاي. هب أنا كان وكلتشرا. أبو طالب حاكو سهاري لبقيس لبتشري ريبني هاشم حاكو سهاري إيه ريبني المطلب لبضع ساكو سهاري لبدو قيس كلي وضد الشيء وريبني عبد الشمس يرين وفل قريش بيه كبيران راعي أبو اللهب وريبني هاشم حق الرع قريش بالراعي لبضع قيس يا وضان وحي قاتل مركزان نبي قبل ما كده اللي يجود لين إن يلفوا قادة ويقولين قال يو بدين لا سعادة مسلم كذا وافرق وترس وقال مشركينا يدين كه تاجن سادو سباد ويل عدشين لود له هيا ولا يدين دول ليسنا هيا ولا يدين ما كان ضع هيا ولا يدين كان ضاف هيا بيكده ما نجد عزة كتجت قبل نبى كتضد نبى قال بها هذا نين قبتشرة وداد بانوا قليهم خير قلبي هذا أن فيزو ضارني أنا قام أصعنا قلبي كاس وشركة قب قليل كونوا تكنا مركزين نوريتشن هاي نو مرام بابانا في فيزا نسية كوا كلام أتكنا وين فيزا نكرمني أروربان تكنا دوه كنا وين نسية وداد بوحيري كوا وقبتي قالها كوا شلين بدي آية أذو مركا أقصي مشغولين أيها الإسلام قالوا أيها الإسلام أيها الإسلام ناشاً مركوا قوش أي دقين واجد من لبحي شعب بني شعب أبي طالب هل كي دقين لوقو يلوقو أذومي هي بني هاشم هي بني المطينة بقى يكون دفاع عيين يكون قرين هايين ويماشا هل كان مركوا حلوقو أذومي المقاطعة الاقتصادية المقاطعة الاجتماعية السياسية وحو البال قسمي إلى أي بختك عونين ربني هاشم بختك وسيفوه دقل كود عونين ويكبيه سانتا عونين ويدمادين
oo buurta marka la marayo gosha carurta dhawaaqday ay carurta gaajada loo ooyso laga maqlaayo fa baabeed Abu Talib ibn Hanun kan ka soo gasoo gaaray waayay la waaha murugti ama adoon nool lagu gacan dhaafa Muhammad uu lahaabo ku dhintay xeer bu ka dambeey saddex sano la go'doomiyay saddex sano markay dhamaatay oo sanadka tobnaad uu bilaabanay toddobaad siddeedaad iyo sagaalaad gabagabeys la maray yaa niman ree Qurayshid ahaayo ree Bani Hashim ree Bani Muṭallab ay dhaleen taabtu miday nin waxa dhashay Caatika bint Cabdi Muṭallab baa dhashay nimanna ree Abu baa loo ahaa kuwa ree Abtiyaal baa loo ahaa kuwa gabdhay ka qabeen ree Bani Hashim ree Bani Muṭallab gabdhay ka qabeen oo dhowra adkaysan waay nin baa u shucuriyay kul u geeyay waxa laysan suura galma nimanka niman isdiibahay ma aha Abu Talib intu qaatay Maxamed loo dhaafay oo dhamaanayaan waxna waa ceeb sidan suura gal ma aha hawsha waxa laga bedelo waan ku sheekada dhaafay waxa jirada ku garanaysaane hawshaana waxay ku qoreen heshiis bay qoreen reebanu quraysh quraysh reebani kanaan waraaq bay qoreen in aan cunaqabatinta dhaqan aan laga qaadaynin iyo midda noolaleed iyo midda xiriid oo dhan baan laga qaadaynin Abu Talib iyo Tulki ila ay soo dhiibaan Muhammad wixii heshiis iyo sulhi dambana uusan dhexmay ila aan Muhammad gowracno ama niman kaaga dhamaadaan oo Muhammad mid la ka helo waraaq baa lagu qoray inta bismika allahumma baa lagu bilaabay asma ilahi baa lagu bilaabay alla bari kadibna waraaqdii la qoray ee la xirxiray kacbada dhexdeeda la suray fucul liqad min alkacba waraaq say u qiyam baan taabtooda ugu weynta kitaab baa intii la sameeyay waxaa laga suray kacbadii lagu taageerayo hawsha shaydaan laguna baabiinayo diinka islaamka iyo wixii taageero lagu baabiinayo wixii taageero hawshaasi oo socoto ay isku dayaan nimanka ay wadaan ololaha ku saabsan in hawshan laga noqdo heshiiskan diin la'aanta iyo dadnimo xumada iyo gunnimada la baabiyo saddex sano ay dhamaatay iyo Jibriil nabiga uu yimid calayhi salaatu wasalaam Nabi Maxamedo waraaqdii la idinku gooyay ee meesha kacbada laga suray aboor meel uu ka mid aan la garanayn baa cunay waxa ka nool kaliya waraaqdaasi wixii magac Ilaahay ah bas bismika allahumma wixii magac xusid allah bisa ka nool wixii gaalnimo aha ama qadiicatu rahim aha ama diin xuma aha ama shirka meesha ku qoran waan leefnay waan ebar aboor ba ka shaqaysay baxshadda koro un idin tan nool may hoosta waraaqdi waa u dhamaat saasaha nabiga Abu Talib uu yiraadirki xuraadir uu xugta san ku haya wuxuu waliga been amaadan sheegin saaka quraysh warba galahay uu soo dhaaf Abu Talib soo dhaqaaqo warkii uu sii Abu Talib niman ribna Hashim oo dhaqaaq wixii socon kariib uu soo kaxaystay kacabadu yimid naadu aqla banaba Abu Talib aha Quraysh markay Abu Talib soo socday way farxeen waxay dhawayd soo dhiibeen ha maanta la gaari maalinki aan weydiisan lahayn ee Muhammad way ku farxeen warkii waxay Abu Talib maxaa ku keenay wuxuu yiri hadda dhib badan baan dhaxmaray saddex sano culaad iyo dagaal baan inoo dhaxeeyay ragu inay wada hadlaan way fiican tahay Abu Talib wuxuu rabaa inuu isku hubso waraaq oo warkii nabiga uusan sheegin tayib wuxuu yiri waraaqdii keena waa riwaayadka qaarkood waraaqdii soo qaada bal horta wixii ku qoran aragna laakiin riwaayada Ibn Isxaaq tay sheegaysa in fiican ee taasan maray hawlahan kale ay dambeeyeen wuxuu yiri waxaan rabaa saddex sano waan isku baaba'anay wuxuuna waana kala gaadhay anaguna waanu meesha aragteen baadna geyseen inaan wada hadlaan diyaar u ahay laakiin cadaalad baan saaka rabaa wa maxaad rabtaa wiilkay wargii baniim uu sheegin buu wuxuu ii sheegay waraaqda aan ugu goysanay shaydaanta ahayd in laga farxashay warka uu sheegay hadduu runtii noqdo aan raac rabo dulmigana naga daaya quraysh idaylkeed waa inay maxamed u hoggaansanto hadduu been noqdo warka asaga maxamed oo aan haya aan wadaa idinkana gowracda dila eed la'aan hadeen gar ka fiican waligana ma naqarag oo waxaan sugeynaba hadii kacbadu waa dhagax ay awr xagee ka imanay bay isleeyay ayuu dhagax weey la sibdhiyay la habeeyay meel cilaa laga laatsi geed weey dhagax weyn
ميو أبور كسو قار أبور كان وأبور من الله ما كي قريش تقاني وحيدنا هدد هجاجسي وان عقلا وراقدي وفي وضانا رقنو محمد بن نوكيني ساكنا وقورعينا حلقا لتقيدنا وراضي هدلوك لتقيدنا وان إسلامينا هيو ودوا الديار مخاتي الكاء هذا وراقدي هلا كيرو وراقدي بالله فوري وحكنا البمجرو وحن كان هين أسماء إلهي ماشي اللي قرر بيني إسلام حيدين هذا سحر ابن أخيك